بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعين ومشاهدين الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. البداية اليوم ستكون من الدوري البرتغالي، أين دخل رفيق جيتان كالعادة أساسيا مع فريقه إستوريل، واستطاع العودة بنقطة ثمينة جدا من ميدان أتلتيكو كاسابيا، تجعله يبتعد نوعا ما عن منطقة الهبوط التي تفصله عنها 8 نقاط فقط. وقدم جيتان في هذه المباراة أداء جيد، وكان هو أفضل لاعب في الفريق خاصة من الناحية الفردية، ونال ثاني أعلى تنقيط في المباراة بعد حارس المرمى. وحقق جيتان في هذه المباراة 8 مراوغات ناجحة سمحت له بالتواجد في قائمة أفضل اللاعبين عن الجولة 28 من الدوري البرتغالي. كما سبق لرفيق جيتان وأن احتل المركز الثاني للاعبين الأكثر نجاح في المراوغة في مباراة واحدة في الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد أن بصم على 10 مراوغات ناجحة في مباراة فريقه إستوريل ضد غيماريش. ويسعى رفيق جيتان للتجاوز جناح براغا الذي يتصدر القائمة ب 12 مراوغة ناجحة حققها في مباراة فريقه براغا ضد بورتيمو نينسي. نبقى دائما في الدوري البرتغالي، أين تم اختيار موهبة الخضر بلومي محمد الباشير ضمن التشكيلة المثالية لدوري البرتغالي عن الجولة 28 من قبل الموقع المتخصص هوسكورد، وهذا بعد حصوله على تنقيط ممتاز وهو 8.3 في مباراة قدم فيها بلومي أداء مميز وبصم على أسيست جميل، واستطاع حصد النقاط 3 من أمام فريق بوافيستا بورتو ليصل بذلك إلى النقطة 30 ويحتل المركز 20 في الترتيب. أما في الدوري الإنجليزي فيواصل آيت نوري حصد الثناء، وأعاد حساب النادي على منصة إكس نشر الفاصل المهاري الذي قدمه آيت نوري أمام ويست هام، أين استطاع العبث بوسط ميدان ويست هام في لمحة فنية كروية نادية الحدود، وكتب حساب النادي جملة أوقفوه كعنوان لمقطع الفيديو في إشارة إلى أن آيت نوري لا لاعب لا يمكن أن يوقفه أحد. وفي تقرير له أكد موقع مولينو المختص في متابعة أخبار ولفرهامبتون أن نادي الذئاب وصلته مؤخرا عروض مغرية جدا من كبار إنجلترا من أجل ضم آيت نوري، وقال الموقع أن آيت نوري يلقى اهتمام كبير من نادي أرسنال وليفربول. وكشف التقرير أن إدارة نادي ولفرهامبتون لا ترغب في بيع آيت نوري وترغب في الاحتفاظ بالساحر الجزائري لموسم آخر، ورغم العروض المغرية التي وصلته في الفترة الأخيرة من كبار الدوري الإنجليزي. ويطمح فريق ولفرهامبتون إلى بناء فريق قوي، لذلك فهو لا يرغب في بيع آيت نوري الذي أصبح قطعة أساسية ومهمة جدا، وهو الذي تبنى عليه طريقة لاعب فريق ولفرهامبتون خاصة مع مدربه الجديد غاري أونيل. نمر الآن إلى الدوري الفرنسي. في الدوري الفرنسي تواجد سعيد بن رحمة أيضا ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع عن الجولة 28 من الدوري الفرنسي، وهذا بعد حصوله هو الآخر على علامة ممتازة وهي 8.34 بعد أدائه المميز في مباراة فريقه أمام نونت، والتي انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف لصالح فريق ليون، ويحتل نادي ليون حاليا المرتبة 10 برصيد 38 نقطة. نبقى دائما في الدوري الفرنسي، أين ما زال مغناس أكيلوش يلقى الثناء في فرنسا، ونشر اليوم موقع النادي على منصة إكس منشورا جاء فيه مغناس أكيلوش اللاعب الأكثر حسما في موناكو في 2024، وهذا بعد تسجيله 4 أهداف وتقديمه تمريرتين حاسمتين منذ بداية السنة. أما أمين غويري فبعد أدائه الملفت في المباريات الأخيرة مع نادي هران أصبح أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات، وتم ربط اسمه بنادي ويست هام الإنجليزي، ونتمنى أن نرى غويري في البريمير ليج الموسم المقبل بألوان نادي المطارق. نبقى دائما في الدوري الفرنسي، أين أبدى ريمون دومينيك المدرب السابق للدياكا في حصة ليكيب دو سوار إعجابه بطريقة لعب نبيل بن طالب، وهذا بعد المستوى الكبير الذي قدمه أمام نادي مارسيليا، وبصم في تلك المباراة على تمريرة حاسمة وانتهت المباراة بفوز ليل بثلاثية كاملة.
وقال دومينيك: نبيل بن طالب يذكرني بماتيتش عندما يكون في حالة جيدة، فهو يركض في كل الاتجاهات وتجده في كل مكان. وأضاف دومينيك: بن طالب يعرف كيف يدافع وكيف يتموضع في الميدان، فهو دائما ما يعطي الحلول ويمثل توازن لفريق ليل. أما ياسين بنزية الذي تناقلت وسائل الإعلام العالمية هدفه الرائع أمام جنوب إفريقيا، فأكد وصول العديد من العروض خاصة من فرنسا والخليج، إلا أنه رفض الإفصاح عن الفرق الراغبة في ضمه. وتم اختيار لاعب نادي كاراباخ كرابع أفضل لاعب إفريقي في شهر مارس، وهذا بعد الاستفتاء الذي نظمه موقع فوت أفريكا. وتوج بجائزة أفضل إفريقي عن شهر مارس الغيني سيرهيو جيراسي، الذي سيعاني أمامه كثيرا الدفاع الخضر في مباراة شهر جوان، بعدما حصد نسبة 27% من الأصوات. أما المركز الثاني فعاد للكونغولي يوان ويسا لاعب برينتفورد الإنجليزي، وحل الجابوني بيير أوباميونغ مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي في المركز الثالث، فيما جاء ياسين بنزية في المركز الرابع. كان هذا كل ما لدينا في فيديو اليوم، نتمنى أن ينال إعجابكم فقط، لا تنسوا دعمنا، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، السلام.